مشاو للعرس خويا طاحتشي مشكله طاحتشي فيها مشكله دخلوا فيها سكيك عرفتها والسيوف وكذا وكذا خويا جاوا باش يضربوا بابا. معناتها انت بوك متهم في قضيه قتل. متهم في جريمه قتل وكان جاي عملها راه يقول لي عملت. 19 سنه عشت مع بوك كان 6 شهور كهو. 6 شهور كهو ريت حتى كنمشي نعمل برور سبيسيال راني بالرسمي نحمل ونبوس وما نعرفوش وراني ريت انا تو في اللحظه ذي قادر راه يتعدى اي واحد من هنا نفك له ونسرق ونضرب في الوجه راني ما خاف من حد راه الخوف كان من ربي وقادر ندخل الحبس ونخرج راه قال لك الحبس للرجال وكان جاي دوم راه عملوا فيه جبانه يا صاح قادر نفك ما خويا حرام نبقى بحذاه درجين يا معلم قص الزيارة يا صاحبي نقول له بابا معلم 19 سنه ما ريتوش انا قص الزيارة نتاعك تصور انت نموت وما نعيش مع بابا حتى ساعه ولا ساعتين شنعمل شنيا يا صاحبي شنيا ردة فعلك انت كي تصير هكاك راني بالرسمي راني من داخل راني حاجه اخرى كي راني نحكي عادي اما ما نحبش نخرج لكم الهم الكل في قلبي قداش نعيش معاه خويا نحب يرقد بحذايا يحب يجيب لي كيف العباد يحب يخرجني يدللني عليك كي الشباب نتاعكم مدمر نقول له بابا راني نحبك برشا نقول له بس نقول له راك عندك راجل برا وكا ويوفى الكلام عندك موضوع حساس برشا تحب تحكيه تفضل والله يا ربي باش نحكيه لك الموضوع وحكيته في التلفزه الاخرى ديجا وصوتي ما حبش يوصل انا اخويا بابا خلك مشي هو وطفل صاحبه موتور مشاو للعرس خويا طاحتشي فيها مشكله دخلوا فيها سكيك عرفتها والسيوف وكذا وكذا خويا جاوا باش يضربوا بابا ضرب بالغاز واللي مع بابا ضرب بسكينه مشيت خويا القضيه في بابا وريت اللي مع بابا محكوم به حكم عليه ب 15 سنه ما عاد يتو هو مع روح يظهر لي حسب ما نعرف روح وانا بابا خويا محكوم 30 سنه حبس. معناتها انت بوك متهم في قضيه قتل. بابا متهم في جريمه قتل وكان جاي عملها راه يقول لي عملت خاطر كي نمشي له وانا نعرف بابا فاش يحكي لي ما يخبي شيء يا ولدي راني ما عملتش هادي كان قديت راني ما نحشمش منك انا بابا كي مشيت له حسب ما قال لي قال لي انا راني ضربت بالغاز واللي معاه خويا دخل سكينه وحلها في الراجل المسكين دخل له الكل مات. خلينا نحكيو نتعمقوا بشويه بشويه وقت اللي صارت القضيه انت قداش عمرك؟ عمري شهر 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 توا قداش عمرك؟ عمري صاحبي 19 19 سنه وما تربيتش بحذا ابوك؟ ما تربيتش بحذا بحرق هرب في الثوره قعد مسكين 6 شهور عشت معاه 6 شهور برك ريت انا توا كنمشي نطلع عليه الحبس ما نعرفوش. 19 سنة عشت مع بوك كان 6 شهور كهو. 6 شهور كهو وريت حتى كنمشي نعمل برور سبيسيال راني بالرسمي نحمله ونبوسه وما نعرفوش حتى وجهه ما نعرفوش. عندك احساس تحسه هو بوك يتعانقه؟ والله يا ربي باش نحكي لك موضوع ريت انا تو نضحك ريت حتى قدام العباد الناس الكل نضحك راني من داخل حاجة أخرى راني صاحبي. خاطر بالرسمي عباد قلقت وعباد تعبت وراني ريت انا تو في اللحظة ذي قادر راه يتعدى أي واحد من هنا. نفك له ونسرق ونضرب في الوجه راني ما خاف من حد راه الخوف كان من ربي وقادر ندخل الحبس ونخرج راه قال لك الحبس للرجال وكان جاي دوم راه عملوا فيه جبانه يا صاحبي قادر نفك ما خويا حرام. تمنيت تشوف بوك حتى تدخل الحبس المفيد تقعد بحذا بوك؟ يا دي نحب نقعد بحذاه نمشي نعمل برور سبيسيال نبقى بحذاه درجين يا معلم قص الزياره يا صاحبي نقول له بابا معلم 19 سنه ما ريتوش انا قص الزياره نتاعك. كان جاي في فرنسا ولا في بلجيكا ولا في هولندا غاديك نهار عنده مرتين يعدي 5 سنين حبس ويروح. علاش بلادنا كاية نحن؟ سامحني نسألك أمك وين؟ أمي معرس وراجلها يرحم والدي عمل معايا البيع على الأخر. وين عايش؟ والله كل مرة في بلاصة مرة في الكبارية بحذا خالتي مرة في الملاسين مرة في فوشان ودي كاس الفوشانة صح والملاسين وكبارية تحسوا بشبابكم تي شبابكم يحبكم وانتم تكرهوه تي الناس الكل تحبكم لهنا تي قيس سعيد مشيت انتخبته وأنا ما عنديش بطاقة تعريف وانتخبته يا صاحبي. في العيد تتوحش بوك؟ كاو صاحبي دي الحي يروح صاحبي كان جاي دوم ما كذبش راه خلك منو فيه جبانه وذاك حكم ربي بطبيعته. اللي خليك تقعد هوني في تونس قلت لي بابا. بابا وراسك انت بابا وقاعد عاقر لا نسرق لا نخطف لا نعمل شيء نستنى فيه هو باش يخرج خاطر انا صاحبي كان تشد ونتيح لا قدر الله فما حتى حد ما تلقى حد باش يصدر القفه حتى من عموماتي يمشيوا له راه يمشيوا له مره في الفيلم وميما ديما تمشي له كان هي وميما تصور انت امراه عمرها 80 سنه قلت بالرسمي بابا معلم 19 سنه ما ريتوش انت شاد الكرسي تحكم والجيل نتاعك مدمر يا سي الشباب نتاعك انت شباب كرهتونا فيكم
ناس بالرسمي تعبت على الاخر. شي سنية شادين واحد بسيجار وزات له معدين 30 سنة حبس. تصور انت نموت وما نعيش مع بابا حتى ساعة ولا ساعتين. شنعمل؟ شنية صاحبي؟ شنية ردة فعلك انت كي تصير هكاك؟ ونخمم في الموت راه، والموت راه تجي راه. راني بالرسمي راني من داخل راني حاجة أخرى، كي راني نحكي عادي. أما ما نحبش نخرج لكم الهم الكل في قلبي. حسوا بلا عباد، خويا سايبوا لي بابا، يا معلم 19 سنة حابس، 30. بالرسمي ما عادش فيها يا معلم، والله لا عاد فيها. قداش نعيش معايا أنا الرجل عمره 40 سنة ولا 39؟ قداش نعيش معايا؟ خويا نحب يرقد بحذايا، يحب يجيب لي كيف العباد، يحب يخرجني يدللني. عليك كيش شباب نتاعكم مدمر. القطات حرقت من تونس خليه يلعب. تي بالرسمي عباد تعبت ناس على الاخر وانتم شادين الكراسي. كلمة تحب تقولها لبوك كان يتفرج فيك. بابا اسمع هذا يا خويا فهمني يا خويا، قضاء وقدر، حاجة كي يكتبها لك ربي راهو قضاء وقدر. حاجة كي تكتب راهو استغفر الله يا ربي، مش باش تطلع ربي سبحانه وتقول له يا ربي ما تعملش هكاك. حاجة كاتبة راهي كاتبة. خويا والحبس الحي للرجال والحي يروح راهو، كان جاي يدوم راهو عامله في جبان. وكاهو صح، نقول له بابا راني نحبك برشا، نقول له بس نقول له راك عندك راجل برا، وكاهو يوفى الكلام. مشاو للعرس، خويا طاحتشي مشكلة، طاحتشي فيها مشكلة، دخلوا فيها سكيك عرفتها والسيوفة وكذا وكذا، خويا جاوا باش يضربوا بابا. معناتها أنت بوك متهم في قضية قتل. متهم في جريمة قتل، وكان جاي عملها راهو يقول لي عملت. 19 سنة عشت مع بوك كان 6 شهور كهو. 6 شهور كهو، ريت حتى كنمشي نعمل برور سبيسيال، راني بالرسمي نحمل ونبوس وما نعرفوش. وراني ريت أنا تو في اللحظة ذي قادر راهو يتعدى أي واحد من هنا. نفكله ونسرق ونضرب في الوجه، راني ما خاف من حد راه، الخوف كان من ربي. وقادر ندخل الحبس ونخرج راه، قال لك الحبس للرجال وكان جاي دوم راه عامله فيه جبانه يا صاح. قادر نفك اخويا حرام نبقى بحذاه درجين يا معلم. قص الزياره يا صاحبي، نقول له بابا معلم 19 سنه ما ريتوش انا، قص الزياره نتاعك. تصور انت نموت وما نعيش مع بابا حتى ساعه ولا ساعتين. شنعمل؟ شنية صاحبي؟ شنية ردة فعلك انت كي تصير هكاك؟ راني بالرسمي راني من داخل راني حاجه اخرى، كي راني نحكي عادي. أما ما نحبش نخرج لكم الهم الكل في قلبي. قداش نعيش معاه؟ خويا نحب يرقد بحذايا، يحب يجيب لي كيف العباد، يحب يخرجني يدللني. عليك كيش شباب نتاعكم مدمر. نقول له بابا راني نحبك برشا، نقول له بس نقول له راك عندك راجل برا، وكاهو يوفى الكلام.